السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بصحة. النهاردة هنتكلم عن نبات جوز الهند. نبات جوز الهند من النباتات الاستوائية او اللي من الحر شوية، بيكون عبارة عن شجر زي شجر النخيل، ده شكله، وبيطلع على الشجر بالطريقة دي. بيكون ده جوز الهند في مرحلة اللي هو لسه جوز هند اخضر، ده شكل النخل. برضو النخل بتاع جوز الهند بيبقى على الشواطئ الاستوائية في تايلاند وفي أماكن في جنوب أمريكا. شايفين دي ثمرة جوز الهند الأخضر، وبيطلع منها ماء جوز الهند، وده مفيد جدا في ترطيب الجسم من الداخل. كمان فوائد من فوائد جوز الهند إن هو بيعمل تنظيف للجهاز الهضمي، لانه بيحتوي على حاجه كده زي انتي بكتيريال بتقتل الطفيليات الغير مستحبه. ده منتج من المنتجات بتاعه مياه جوز الهند المعروفه عن جوز الهند الطبيعي، لان ما بتبقاش فيها مواد حافظه، او بنبقى ضامنين 100% ان ما فيهاش مواد حافظه. اما المعلب او كذا ممكن، يعني احتمال مش مضمون. يعني كمان جوز الهند بيستخرج منه الحليب النباتي، حليب جوز الهند، وده بيستخدموه كتير في الطبخات الهندية. ده زيت جوز الهند، وده برضو بيستخدم في الطبيخ. معامل الحرق بتاعه عالي، فبالتالي بيستحمل الحرارة، مش زي زيت الزيتون مثلا، إلا إذا كان زيت زيتون معالج، ودي هتبقى حاجة تانية، يعني حلقة تانية. ده حليب جوز الهند. من حليب جوز الهند نفس الفوائد بتاعة الثمرة نفسها، بس عن طريق شربها كحليب أو استخدامها في ماسكات للشعر أو للبشرة، هو مفيد في كل حالاته. بينقي البشرة جدا لو استخدمناه كماسك للبشرة، لأن زي ما قلنا إن هو أنتي بكتيريال، فبيعمل أي جراثيم على البشرة بتتقتل لو في أكني، أو الأكني اللي هي حبوب الشباب او البثور او الحاجات دي، بينقيها جدا. كمان زيت جوز الهند بنقدر نستخدمه كانتي ايجين. انتي ايجين يعني اللي هو كمضاد لتقدم البشره، او كدهان للتجاعيد والحاجات دي، في بدايتها طبعا بتبقى كويسه جدا. حليب جوز الهند وجوز الهند نفسه مفيد جدا للشعر، لان الانتي بكتيريال اللي جواه بتقضي على البكتيريا اللي بتبقى في فروه الشعر، فبتدي شعر خالي من القشره وصحي وناعم. طبعا جوز الهند فيه منه منتجات كتير، ده مثلا ده دقيق جوز الهند، وده بيستخدم للناس اللي عندهم مشاكل مع الجلوتين. دي قشطة جوز الهند، ودي بتبقى سميكة شوية عن الحليب. دي زيوت، ده شكل الزيت، زيت جوز الهند العضوي، وهو ما بيبقاش زي السمنة ولا حاجة، هو بيبقى سائل في درجة حرارة الغرفة لو في أماكن حارة، أما لو في أماكن باردة فبيبقى كده زي ما احنا شايفين. هو بيتعامل كويس قوي مع درجة الحرارة، فما فيش مشكلة ان احنا نطبخ بيه. ليه نكهة، يعني ليه طعم زي طعم جوز الهند في الأكل. طبعا الناس الهنود بيستخدموه كتير في الكاري، وبيبقى ليه ريحة، ولو حطيناه برضو على الشعر بيبقى فيه ريحة. فالمهم ان احنا بعد ما نعمل ماسك بزيت جوز الهند، او ان احنا نستخدمه كدهان للوجه، ان احنا نغسل البشرة كويس بحاجة تكون ريحتها لطيفة، تغير من ريحة الشعر، لانه بجد لو فضل جوز الهند على الشعر مدة طويلة بيعمل ريحة مش كويسة، مش مستحبة. ده الكوكونات شوجر او سكر جوز الهند، وده من انواع السكر الجيدة جدا. لو بنحاول نستبدل السكر العادي بتاعنا لسكر صحي، فده سكر صحي جدا غير مقر. مش عارفة صراحة اذا كان في منه ابيض ولا لا، بس اكيد طبعا الانسان لما بيحط ايده على حاجة بيبوظ كل حاجة، فأظن إن في منه فاتح ومنه غامق، بس أظن الأكتر اللي هو الغامق، لأن أنا
انا عن نفسي ما اشتريتش عمري اللي هو الكوكونات شوجر دوت الا اذا كان لونه يعني كان بيبقى لونه غامق في معظم الاوقات في كذا ماركه. فده مش مكرر، كويس جدا، سعراته الحراريه اقل من السكر بتاعنا، بس بيحلي بيبقى ليه طعم زي طعم الكراميل كده، ممكن يخش في المخبوزات لان هو بيتحمل حراره عاليه. فبالتالي احنا دلوقتي عندنا لبن وعندنا دقيق كوكونات وعندنا السكر بتاع الكوكونات، فاحنا ممكن نعمل من كل ده اللي هو الدقيق بتاع الكوكونات، فاحنا ممكن نعمل اي اكله بالدقيق او بالسكر او بالحليب او ممكن كلهم مع بعض. زي ما احنا شايفين ده الدقيق بتاع دي انواع مختلفه للدقيق جوز الهند اللي موجوده في السوبر ماركت او في الاسواق الكبيره. الماركة اللي جاية دي هي دي اللي اكتر حاجة موجودة انا شايفاها في الشرق الاوسط، ودي منتج امريكي. ده انواع المخبوزات اللي احنا ممكن نعملها بالجوز الهند. نيجي الفوائد بتاعته، بينظف القولون جدا لان الانتي بكتيريا اللي موجودة فيه بتسهل حركة الامعاء، فبالتالي كل حاجة بتنزل معاه. طبعا هنا دي حطيت لكم صورة للمعلومات الكاملة عن فوائد جوز الهند، لان حتى انا لو اتكلمت مدة طويلة حتى عنه عن جوز الهند مش هيكفي، لان فعلا بجد في معلومات كتير جدا. كمان في اللي هو دي انواع من الحلويات اتكلمت جوز الهند، ودي ده الكاري هندي بجوز الهند، حليب جوز الهند، وده الخبز كان فيه صورة قبل كده منه، ده خبز بدقيق جوز الهند. طبعا دي المعلومات اللي انا عايزاكم تقروها، فانا هسيبكم معاها ويا رب الفيديو يكون عجبكم. هنا لو شايفين هنا ليه خصائص طاردة للديدان، لان هو يعني فيه الانتي اوكسيدنت والحاجات دي، المواد مضادة للأكسدة والتهابات الميكروبات والفطريات والأورام، وكل الخصائص العلاجية متوفرة في جوز الهند. في حاجة من مسكنات الألم كمان. الأفضل أسيبكم تقروا المعلومات لأن هي هتبقى أفيد لو أنتوا قريتوها، ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. مع السلامة.